ولمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف بلاتو الرئيسية السيدة سندس صبري أستاذة علم اجتماع بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. أهلا بك سيدتي. أهلا وسهلا. بداية دكتورة، استعمال الأجهزة الإلكترونية هي مسألة اعتيادية في المعيش ديالنا اليومي، ولكن فوقاش كنت تحدثوا عن بلوغ الطفل مرحلة الإدمان الإلكتروني؟ شكرا للقناة الأولى للتطرق لهذا الموضوع لتجلياته التي في بعض الأحيان يمكن أن تكون خطيرة جدا، ثم لسرعة انتشاره بين صفوف الأطفال. نتحدث عن الإدمان الإلكتروني إذا استندنا إلى تعريف منظمة الصحة العالمية. تعريفها للإدمان هو عندما لا يستطيع الشخص التوقف عن استهلاك مواد معينة أو القيام بسلوكات أو نشاطات معينة. بالنسبة للأجهزة الإلكترونية، سواء كانت شاشات التلفاز، الحاسوب، اللوحات الإلكترونية، شاشات الهاتف الذكي، أصبحت الآن تعد من المعيش اليومي لهذا الجيل، بحيث أصبحنا نسميه جيل الشاشات، سكرين جينيريشن، لارتباطه باستعمال هذه الشاشات. نتحدث عن الإدمان عندما يصبح الأطفال يقضون أوقات طويلة مع تلك الشاشات، عندما يقضون ليالي بيضاء مع تلك الشاشات، عندما يقفون عن استعمال هذه الشاشات يقومون بسلوكات عدوانية بقلق، عندما نلاحظ أن الطفل أصبح يعاني من العزلة الاجتماعية، بحيث تحولت استعمال تلك الأداة الإلكترونية من منبع للمتعة إلى حاجة أو إلى استهلاك هوسي الذي في غيابه يصبح الطفل يعبر عن قلة الارتياح. في غياب هذه الأجهزة الإلكترونية لا يجد أي متعة في أي نشاط اجتماعي آخر. هنا نتحدث عن الإدمان الإلكتروني، وسوف يكتشف الآباء أن أعداد كبيرة من أطفالهم الآن يعانون من هذا الإدمان. لماذا؟ وخصوصا في فترة الصيف، إذا لم يستعد الآباء مع أبنائهم لاستعمال زمني مرشد منظم يملأ هذا الفراغ. استعمال في اليوم، هو الدراسات كلها تتفق على أن باختلاف الأعمار، وهنا سوف أفاجئكم، سوف لا يجب أن يتعدى الاستعمال ساعتين، فما هو الحال بالنسبة للأطفال، بحيث القصوى للاستعمال اليومي ساعتين، ولا يجب أن تكون هذه الساعتين مسترسلة. يعني نستعمل قاعدة 20 دقيقة 20 دقيقة 20 دقيقة، 20 دقيقة للاستعمال، 20 ثانية نتوقف، ثم نرى نقطة بعيدة عن مدة عن مسافة تبعد عن 20 قدما. هذا بالنسبة للأشخاص، فبالأحرى الأطفال، بحيث أنه منعا كليا استعمال الهاتف الذكي للأطفال دون سن 3 سنوات، بحيث أن الطفل لا يستفيد بالمرة من استعمال الهاتف الذكي. يعني الأباء والأسر عندهم عادة خلي الولدي تلاها في تابلات في تليفون. نبغي نتوقف معك عند العوامل اللي كتشجع الأطفال على الإدمان الإلكتروني واللي ما كينتابولاش الآباء، خاصة في هذه الفترة ديال الصيف وطول المدة الزمنية اللي ما كيكون عندهم ما يديروا فيها والو من غير الدراسة. وشكرا على هذا السؤال، لأن الآباء عندما في بعض الأحيان يودون التخلص من أطفالهم ومن صخب أطفالهم، فكيعطي هذاك الهاتف الذكي ظنا منه أنه يساعده. علاش؟ لأن الطفل سوف يستعمل ربما بعض الألعاب الإلكترونية ظنا منهم أن هذه الألعاب الإلكترونية سوف تنمي لهم قدرات من الذكاء أو سرعات البديهة أو إلى غير ذلك. لكن عندما لا نرشد الاستعمال، عندما يفوق الاستعمال المدة الزمنية المسموح بها، يسقط الطفل بسهولة في ظاهرة الإدمان. وفترة العطلة الصيفية في غياب الدروس وفي غياب الاستغلال المرشد للوقت الزمني خارج المدرسة، يقع الطفل بسهولة في الإدمان الإلكتروني. أستاذة، نبغي نتوقف معاك عند الآثار النفسية والاجتماعية للإدمان الإلكتروني عند الأطفال. الآثار وخيمة وقد تكون خطيرة جدا. هي لا تختلف عن آثار الإدمان بشتى أنواعه، بحيث أنه أصبح من الأنواع المتفشية والمتجلية في المجتمعات كلها. علاش؟ لأن تحدثنا أن هذا الجيل وجد نفسه أمام ضرورة استعمال الشاشات. الأضرار سوف نجد العزلة الاجتماعية
أولا، ثم هناك اضطرابات سلوكية، وهنا اضطراب مزمن في الدماغ وهذا خطير جدا، قد يكون تغير لا رجعة فيه. وهناك أيضا مشاكل في التعثر في تعلم اللغات أو التعلمات الحركية السلوكية، أو أيضا في النمو يمكن أن نصل إلى تعثرات في النمو بصفة عامة، إضافة إلى الظاهرة العالمية التي هي ظاهرة السمنة عند الأطفال بسبب الوقت الطويل الذي يستغرقه الطفل أمام الشاشة عوض أن يوجه تلك الطاقة الفائدة التي هي مصاحبة لفترة النمو اللي هي الطفولة في اللعب الحركي والاجتماعي، فهو يوجهها في الألعاب الإلكترونية، وهنا خسارة للطاقة وهدر لطاقة كان يمكن أن تكون مستعملة في نمو هذا الطفل. ممكنناش نتكلم على الإدمان الإلكتروني دون الإشارة كيفاش يمكننا نساعد الأطفال على أنهم ما يسقطوش في هذا الفخ، خاصة في ظل العطلة الصيفية، ونساعدوا الآباء خلال الآراء المختصين. ضرورة مواكبة الآباء لاستعمال أطفالهم لهذه الأدوات الإلكترونية، أولا بمراقبة المواقع، لأن هناك تطبيقات تقدم للأطفال خوارزميات تجعل من الاستعمال الذي كان ينوي الطفل أن يستعمل الآلة الإلكترونية لمدة وجيزة جدا، بفعل تلك الخوارزميات يجد نفسه يقضي وقتا طويلا دون أن يشعر بذلك، حتى أنه يفاجأ أنه قضى وقتا طويلا أمام الشاشة الإلكترونية. لذلك أول دور هو ترشيد الوقت بحيث يكون استعمال الزمني مراقبا من طرف الوالدين، ثم مراقبة المواقع، لأن ربما أن الطفل دون سن 16 ليس لديه الحق في ولوج مواقع التواصل الاجتماعي، لأن قد يقع ضحية سهلة للتنمر وللاستغلال الجنسي. وربما أن التطور التكنولوجي صحيح وضع للأطفال هذه المواقع كلها، ولكن بالموازاة وأوجد أيضا للآباء طرق لمراقبة استغلال هذه المواقع، وأيضا مراقبة المدة الزمنية التي يقضيها الأطفال أمام هذه الشاشات. ثم مسألة الصرامة، بحيث أن الأباء يجب أن يكونوا صارمين أمام أبنائهم أمام الوقت الذي قضوه أمام تلك الشاشات. دور آخر، وهو الشيطان يوجد حيث يوجد الفراغ، إذن لكي نتجنب الوقوع في الإدمان يجب أن نملأ أوقات الأطفال بنشاطات رياضية ثقافية فنية التي تجعل الوقت مليء، ولا تترك للطفل هذا الوقت الفارغ الذي أسهل شيء هو الالتجاء إلى الشاشات الإلكترونية. ثم مسألة خطيرة جدا وأصبحنا نلاحظها في الآونة الأخيرة، هو أن الآباء للتخلص من ضجيج الأطفال يعطونهم الهواتف الذكية في سن مبكرة جدا، وهذا هو أحد الأسباب من الأسباب التي تضع الطفل في عزلة اجتماعية مبكرة، ويتعثر في تعلم كل ما هو لغات وكل ما هو نطق وكل ما هو الكفاءات التواصلية، كلها يجد فيها الطفل تعثر بسبب أنه استعمل الهاتف الذكي في سن صغيرة جدا. آخر شيء، لكي نربي أن أطفالنا يجب أن نربي أنفسنا قبلهم، يعني قدوة بنفسنا. تماما، لكي أستعمل الهاتف الذكي أو أستعمل الشاشة من الأفضل أن لا يكون ذلك الاستعمال أمام طفلي، أو بكيفية مرشدة مع إقناع الطفل بضرورة استعمال وفي أي ظروف يمكنني أن أستعمل تلك الشاشة ولأي مدة ولأي فترة. السيدة سندس صبري، أذكر أنت أستاذة علم الاجتماع بجامعة الحسنة الثانية بالدار البيضاء، شكرا لك على كل هذه التوضيحات القيمة وحضورك معنا. أهلا وسهلا.